عملية ترتيب الجديد وعلاقتها بالإف 15 إيجل، الطائرة التي لم تفشل في أي عملية مع قدرات عالية على المناورة الجوية وضرب دقيق للأهداف الأرضية. في عام 1972 تم الكشف عن النموذج الأولي لهذه الطائرة، واليوم تعد واحدة من أهم وأقوى المقاتلات الجوية بالجيش الأمريكي. تتميز بالأداء العالي والتفوق القتالي، وبسرعة توصل ل 2.5 ماغ أو ماخ، أي ما يزيد عن 3000 كيلومتر بالساعة، ما يجعلها واحدة من أسرع المقاتلات الجوية بالعالم. أما تسليح هذه الطائرة فممكن أن يكون عبر صواريخ جو مثل M120 أو M9، وبتملك مدفع رشاش M61 فولكين من عيار 20 ميليمتر، قادر على رمي 6000 طلقة بالدقيقة، مع قدرة على حمل قنابل أعلى وزن للقنبلة الواحدة بيصل تقريبا ل 2 طن. أما بالنسبة لعملية الترتيب الجديد واللي هي تم فيها اغتيال الأمين العام لحزب الله، فهذا هو السيناريو الأكثر رواجا. تم استخدام قنابل من طراز GBU-31 واللي هي تزن حوالي 907 كيلوغرام، أي ما يقارب 1 طن، وهي مخصصة لاختراق التحصينات، وكل طائرة قادرة على حمل 7 قنابل من هذا الطراز. وحسب الأخبار أنه تم رمي 80 طن، وبالتالي نحتاج ل 12 طائرة لإلقاء هاي الكمية بآن واحد. أما أنتوا أصدقائي فشاركوني رأيكم بالتعليقات حول الرعب القادم من السماء وحول هاي العملية. وكالعادة كان معكم عبيدة، سلام.